مثلت معالي الشيخة ميبت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار مملكة البحرين في حفل افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 47. وقد جرى افتتاح المعرض برعاية وحضور معالي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري الذي زار جناح البحرين وطلع على أهم ما يضمه الجناح من نتاجات إبداعية كتابية بحرينية، إضافة إلى إطلاعه على أهم محطات برنامج المملكة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب. بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة التي أهدت في ختام الزيارة كتاب التراث العالمي في البلدان العربية الصادر عن المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي في المنامة إلى فخامة رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي. وبهذه المناسبة عبرت معالي الشيخة مي عن سعادتها في اختيار مملكة البحرين ضيف شرف المعرض بنسخته 47، وتوجهت معاليها بالشكر إلى كل القائمين على معرض القاهرة الدولي للكتاب، مخصصة شكرها إلى وزارة الثقافة المصرية وكل الذين ساهموا في إنجاح المعرض وكوادر هيئة الثقافة الذين عملوا على إنجاح مشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. هذا ويتضمن البرنامج الثقافي لمملكة البحرين ضيف شرف المعرض معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تتنوع ما بين أمسيات شعرية ومحاضرات وعروض أفلام توثيق لتاريخ مملكة البحرين ولحركة الفنون التشكيلية فيها، حيث تقدم الأمسيات والمحاضرات نخبة من الكتاب ورواد العمل الثقافي في البحرين. هي المرة الأولى التي تشارك فيها مملكة البحرين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي كضيف شرف لهذا العام، ونحن نجدد الشكر وخالص تقدير لهذه الدعوة الكريمة. نأتي بعدد من المطبوعات التي تميز البحرين، نأتي بعدد من الأصدقاء المثقفين الذين يحملون رسالة حضارية للعالم أجمع لكي يعرفوا بأوطانهم. هم خير سفراء يتكلمون عن البحرين ويتحدثون عما تملكه من أرض حضاري نعتز به. هذا العام البحرين وجهتك هو شعار الثقافة، وعبرها نروج لكثير من الأمور التي تجعل من البحرين وجهة لسياحة ثقافية. نتكلم عن المواقع ونتكلم عن المتاحف والمنازل وكل ما يميز البحرين من تراث عمراني وحضارة امتدت إلى 6000 عام، نعرف بها ونشرح عن مضمونها، وتكون فرصة طيبة لتبادل الخبرات والآراء في هذا الشأن. الثقافة هي فعل المقاومة الحقيقي، وعبرها نستخدم هذا السلاح ونصل إلى العالم أجمع. أهمية هاي الحدث بأن أول شيء معرض الكتاب في القاهرة تحديدا لا ثقل وسمعة دولية، وكذلك سمعة عربية على مستوى الإقليم العربي كله، لأن معرض الكتاب في وسط القاهرة في وسط شعب قارئ نهم يقدر المعرفة ويقدر الثقافة. لما تعين البحرين كضيف شرف بيكون له أكيد منفعة وفائدة للطرفين، للشعب المصري اللي يطلع على ثقافة وعمق وتاريخ شعب البحرين، والعكس أيضا. الحقيقة البحرين دولة عربية من ناحية المساحة والسكان صغيرة جدا، ولكنها كبيرة بانفتاحها على البلدان العربية، بانتمائها العربي، برحابة المناخ الثقافي فيها، وبالتأكيد بيبقى بالنسبة لمصر فخورين بأنه البحرين تبقى عروس هذه الدورة للمعرض، لأنه مسألة الثقافة لا تنمو ولا تتطور إلا في مناخ في درجة معتدلة من الحرية، وبالتالي بيبقى مطلوب دائما أنه يبقى تعزيز هذا المناخ من الحرية سواء في مصر أو في البحرين لتشجيع كل الإبداعات، وأيضا للتواصل مع الثقافة البحرينية اللي هي غنية جدا معبرة عن ثقافة الخليج وعن ثقافة العربية وعن ثقافة منفتحة ومتواصلة مع آسيا وبالذات مع جنوب آسيا، وبالتأكيد هي في الحقيقة تملك شيء ثري في هذا الصدد.